بحسب التعديلات الوزارية الأخيرة التي أحدثت تغييرا في مسميات الوزارات والحاصل في حكومة السابع من مايو للعام 2018 والتي تمثل أول حكومة للجمهورية الرابعة، حيث ورد اسم الوزارة مجملا وسميت بوزارة ترقية الشباب والرياضة والخدمات. وبما أن هذه الوزارة لديها خطط وسياسات واضحة تجاه الفئات والشرايا الشبابية لأجل النهوض بها، ومن هذا المنطلق استطاعت السلطات العليا للبلاد خلال السنوات الأخيرة الماضية التمكن من الوصول إلى تحقيق جزء كبير من الأهداف التي تتطلع إليها الوزارة المعنية في عملية ترقية مستوى العمل للشباب، في حين أن تطوير البرامج والمناشط الشبابية يكون لها انعكاسات إيجابية لتشجيع الاستثمارات المحلية والتي تقتضي إلى تحقيق التوسع الأفقي في هذا القطاع. ومن أهم الإنجازات التي طرأت في هذا الشأن، حيث خطط الحكومة سلسلة من الخطوات الإيجابية لصالح الشباب، وهي تكوين العديد من المؤسسات والمنشآت الكبرى مثل إنشاء صندوق خاص لترقية الشباب وكذا صندوق لتحفيز الفن والموسيقى، كما يوجد أيضا هناك صندوق آخر للرياضة والفنون والهرف اليدوية. ومن أبرز الإنجازات الملموسة الأخرى، سعت الحكومة في إعداد ملاعب رياضية حديثة وكذا بناء مجموعة منشآت رياضية كبيرة في بعض أقاليم البلاد، ولأجل تقليل ظاهرة البطالة في الوسط الشبابي وفتح فرص للأمل، حيث قامت الحكومة بإنشاء الهيئة الوطنية لترقية الأمل، وإن تعزيز هذه الأمليات يدخل ضمن الدعم والاهتمام التي تعطيه الحكومة أولوية خاصة من أجل تقليل ظاهرة البطالة في الوسط الشبابي عبر التأهيل والتكوين وفتح مجالات لتحفيز مهارات الشباب بهدف إبراز قدراتهم المهنية. كل هذه التحديات تم اتخاذها بعين الاعتبار وفق الخطة الوطنية للتنمية من هنا وحتى العام 2030، والتي تحصل فيها القطاعات الشبابية مقاصدها الحيوية من الازدهار والتنمية.